السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي Second Term او الترم الثاني. والنهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض Lesson 76، وهنتكلم فيه عن الفراكشنز برضو، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 76 أو الدرس رقم 76 هو بيكلمنا عن الفراكشنز بتاعت الهولدز المختلفة أو الأحجام المختلفة للواحد الصحيح. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا معايا مثلا بيتزا، البيتزا بتاعتي حجمها كبير قوي، مثلا حجمها النص القطر بتاعها مثلا 30 سنتي، فهي كبيرة. واحد تاني صديقي جايب بيتزا صغيرة، جايب بيتزا ميني مثلا، الحجم بتاعها صغير، نص القطر بتاعها 10 سنتي بس، فهي حجمها صغير. فهل يا ترى النص بتاع البيتزاية بتاعتي قد النص بتاع البيتزاية بتاعته، أو الكورتر بتاع البيتزاية بتاعتي مثلا الربع بتاعها قد الكورتر بتاع البيتزاية بتاعته؟ طبعا لأ، لأن هو كورتر عنده، هو عنده ربع وأنا عندي ربع، بس الربع بتاعه أصغر من الربع بتاعي، لأن الهول نفسه أو الواحد الصحيح نفسه مختلف. انا عندي الهول او الواحد الصحيح بتاعي اكبر من الهول او الواحد الصحيح بتاعه. فبالتالي حتى لو احنا بنتكلم على نفس الفراكشن او نفس الكسر اللي احنا او نفس الكسر، ربع او نص او ثلث او اي حاجة من الحاجات دي، هاف كورتر ثيرد، لو احنا بنتكلم على نفس الفراكشن برضو الفراكشن نفسه بيختلف من عندي لعنده، لأن الهول الصحيح أو الواحد الصحيح نفسه مختلف ما بيني وما بينه، في واحد أكبر من التاني. فهو ده الفكرة بتاعت الدرس. تعالوا بقى نقرأ الدرس ونحل عليه أمثلة. إحنا المهم إن إحنا دلوقتي فاهمين الفكرة. الفكرة بتتكلم عن لما بيبقى الهول أو الواحد الصحيح مختلف، واحد أكبر من التاني، حتى لو إحنا بنتكلم على نفس الفراكشن، الفراكشنز نفسها لازم تكون مختلفة، واحد بيبقى أكبر من التاني، واحد بيبقى أصغر من التاني، علشان الهول نفسه مختلف من هنا لهنا. فهنا بيقول لنا same fractions of different size holes، يعني نفس الكسور لواحد صحيح مختلف. فهنا بيقول لنا تعالوا ناخد المثال اللي احنا بنقولنا عليه من شوية بتاع الواحد صحيح ده. فبيقول لنا هنا if the hole have different sizes، لو عندنا الواحد الصحيح ليه احجام مختلفة، فمثلا ممكن يكون احجام ثابتة، ممكن زي المثال الاولاني، وهو مثال مش مهم قوي. يعني بيقول لنا ان لو الهول متساوي يبقى الفراكشنز هتكون متساوية. لكن هنا، وده الجزء اللي احنا بنتكلم عنه في الدرس، لو الهول different size، لو الهول have different sizes، أو لو الهول عنده في أحجام مختلفة، الفراكشنز نفسها هتكون مختلفة. إزاي؟ بيقول لنا هنا مثلا في أمال وفي باسم. أمال عندها الباي بتاعتها أو الفطيرة بتاعتها شايفين الحجم بتاعها عامل كده، أما باسم الباي بتاعته أو الباي بتاعته أو الفطيرة بتاعته حجمها أكبر شوية. فبيقول لك if third of Amal's fruit pie the same size as third of Basim's pie why or why not؟ هل يا ترى third بتاعت الباي بتاعت أمال قد third بتاع الباي بتاع باسم؟ why or why not، ليه وليه لأ؟ فهنا طبعا عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا أمال الباي بتاعتها صغيرة، أما بسمة الباي بتاعتها كبيرة، فطبعا الثيرد هنا هيكون أصغر من الثيرد هنا،
فهنا بص الإجابة بيقول لنا no لو عجبكم الفيديو يا ريت تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم الرابط بتاعهم في الوصف اسفل الفيديو. واللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق رقم فودافون كاش اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي. باسمز هول باي از بيجر، الباي بتاعت باسمة نفسها اكبر، so third of pie is bigger، علشان كده ال third بتاع ال pie بتاعتها أكبر من ال third بتاع ال pie بتاعت أمال. فهمنا الفكرة؟ تعالوا بقى نحل أمثلة في الكتاب هنا مع بعض. هنا بيقول لنا look at size of bread slice، تعالوا نشوف على شرايح الخبز المختلفة بتاعت السندوتشات دي. in each of the sandwiches بتاعت كل ساندويتش، suppose each sandwich could be cut into four equal parts، المفروض ان كل ساندويتش فيهم تم قطعه لأربع أجزاء متساوية، يعني كل واحد يعني الفراكشن، يعني الفراكشن اللي احنا بنتكلم عنه في الجزء ده هو الكورتر او الربع، فلان كل هول متقسم لفور ايكوال بارتس. تمام، سولف ذا بروبلم، حل بقى المساله. فمدينا هنا زي تعالوا نشوف الساندويتشز اللي عندنا. في عندنا هنا تشيز متقسم لفور ايكوال بارتس، في عندنا التوميتو اند لتوس، الطماطم والخس متقسم برضو لفور ايكوال بارتس، في عندنا الجامبو تونا، التونا الكبير ده برضو متقسم لفور ايكوال بارتس، في عندنا البينات باتر او زبدة الفول السوداني ده برضو متقسم لفور بارتس، وفي عندنا الميني برجر او البرجر الصغير ده برضو متقسم لفور ايكوال بارتس. دي السندوتشات اللي عندنا. تعالوا نشوف هو هنا بيسألنا بيقول لنا ايه. بيقول لنا if the jumbo tuna، الجامبو تونا ده ساندويتش the same as or more than or less than quarter، لو لا is quarter of تونا جامبو ساندويتش، الكورتر بتاع التونا جامبو ساندويتش is the same as، هو نفس ولا more than ولا less than quarter of the peanut butter sandwich. هل يا ترى الكورتر بتاع التونا ساندويتش ده نفس الكورتر بتاع البينات ساندويتش ده؟ no. no طبعا لا. ليه؟ لان الهول نفسه اكبر، فبالتالي هيبقى الكورتر ايه اكبر، فنقول ايه هو مدينا ثلاث اختيارات فنختار هنا ايه more than. تمام. طيب ال 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 النقطة السؤال الثاني بيقول لنا is quarter of the mini burger، mini burger الصغير خالص اللي هناك ده sandwich the same as more than less than quarter of cheese sandwich، هو نفس الكورتر بتاع التشيز ساندويتش ده؟ no. طبعا لا، المفروض ان هو ايه less than، احنا بنتكلم عنه فهنقول ان هو قده ولا اكبر منه ولا اصغر منه، هو المفروض اصغر من التشيز ساندويتش الكورتر بتاعه اصغر، فهنقول ايه less than اقل من، more than اكبر من، less than اقل من. طيب في رقم 3 بيقول لنا is quarter of cheese sandwich، هل الكورتر بتاع التشيز ساندويتش the same as more than less than quarter of peanut butter sandwich، هو نفس الكورتر
بتاع البينات باتر ساندويتش ولا قده ولا اصغر منه؟ تعال نبص كده عليهم، ده التشيز وده البينات باتر، هل يا ترى هو اكبر منه ولا اصغر منه ولا قده؟ أدو. انا شايف ان هما قد بعض، هنا ده كورتر وده كورتر والهول نفسه قد الهول، فهنا الواحد الصحيح قد الواحد الصحيح، فلما نقسمهم على 4 equal sizes يبقى كل واحد قد التاني برضو، يبقى هنقول ايه the same، هنقول ايه the same زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في آخر سؤال معانا بيقول لنا is the quarter of tomato and lettuce sandwich the same ولا more than ولا less than ولا less than quarter of peanut butter sandwich. ال tomato and lettuce أهو، وأدي ال peanut butter أهو، أنتوا شايفين ان في الكورتر هنا قد الكورتر هنا ولا اكبر منه ولا اصغر منه ولا يساويه؟ the same. ليه؟ لان الساندويتش نفسه او الهول نفسه قد بعض، فلما نقسمه على 4 equal parts برضو الايه الكورتر هيبقى قد الكورتر، الكورتر هنا يبقى قد الكورتر هنا برضو، تمام؟ فنكتب هنا the same زي ما احنا شايفين قدام. طبعا الدرس سهل وبسيط، بس عايزين نكون فاهمين الفكرة، ودينا فهمنا الفكرة. لما الهول بيبقى قد بعض أكيد الفراكشن هيبقى قد بعض، لما الهول بيبقى أكبر يبقى فيه فراكشن أصغر من الفراكشن التاني، وفراكشن بيبقى أكبر من التاني، وهكذا. طبعا الدرس ده عليه exercise 10، ده هوم وورك عليكم. أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو في اي سؤال واقف قدامك مش عارف تحله، يا ريت تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، واحنا هنجاوب عليه على طول. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.